Canada. لا اوكراني ما بعرفش كلمة غنيه. أول بس أنا اللي أنا أعرفه إن هو كان بيحكم في أوكرانيا، بس هو كان معايا في دور التحكيم، كان معايا في دور التحكيم ماركوس، اسمه ماركوس. كل الزول بعد أنت عارف حسن إن التمرين دي كويس. إيه؟ الزول بعد التحكيم يعني لو حكم في التمرين دي ممتاز. جيم صح؟ جيم؟ أي زول بعد التحكيم يعني حسن أنت زي ما قلت في أول موسم ليه؟ بس بتحكم أنت؟ لا مش أنا لسه يعني أنا حكمت كام ماتش بس أنا وقفوا لي الموضوع التحكيم عشان ما بعرفش أجي. بس هي كل موسم عن موسم بيفرق. كل موسم عن موسم بيفرق. انت قصدك ايه بموضوع التحكيم؟ التحكيم يعني اللي يزول بعد جديد بالتريك يعني حاسس زي ده مفترض يتكلم كم ما بيحكم حتى لو هو حكم بره لكن هنا مفترض يحكي ناس هنا. قصدك القصه ان ايه ده حكم تشارج كاب ماكو؟ ايوه مفترض صحيح اللي وحكم ملعب؟ حكم نص عادي حكم نص؟ حكم ملعب غريبة مفترض. لا لا هو السنة دي أول سنة مفترض أما يجيبش تشالنج كاب. طب فين كان فين؟ لورنس كان فين؟ المكان فين؟ كان في السيميس؟ فين؟ مونبير. هو جاي عبد الرحمن واقف مالك غريبة اللي هم يجيبوه تشيلسي كاب يعني. المفروض يجربوا مثلا في انترميديت في حاجة لكن تشيلسي كاب مفترض لا يعني اصل ده دوري رسمي. بس هو ممكن يكون في حصل عجز ممكن يكون حصل عجز ساعات بيحصل عجز كتير. في ناس اصلا من الناس اللي بيحكموا بتلعب ماتشات فتلاقي حصل اصابات لان انا الحملات والكلام ده كله في ناس بتطلب فيها ناس كتير بتحصلهم اصابات من اللعب فبالتالي ما ينفعش احكمه فبتلاقي بقى بيحطوا بدايل. كمان وش تعرف شيخ محمد؟ شيخ محمد الحكم اللي بيحكم ايوه بيحكم عندكم في ما حكمش ولا مره في شيخ محمد هو انترميديت بس بيدخل عاد بيدخل عاد بيدخل جوان بيدخل جوان حلوه دلوقتي لازم هات كنترول وتحرك اللي فرق مع التدريب اسمه ايه ده كوتش بيدرب تدريب مش فاكر بس وشوط وكلام كله تدريبات مستواهم تطور في الفتره الاخيره
قوي في بدايه الموسم كان خربانين، كسبوا بس اول ماتش في الزمالك، بعد كده العمليه راحوا شددوا. يعني التمرينات كل اسبوع، ساعات في الاسبوع مرتين، والتمرينات بتجيب. يقعد مثلا يعمل لهم مشاهد، صراحه دماغه حلوه يجي مثلا عندهم مشاكل في الفينش، يقعد يعمل لهم جمل، شويه جمل كده، يقول لهم يروح مثلا مدافعين، شويه مدافعين على مهاجمين، وازاي يلعبوا يباصوا يباصوا ويشوطوا. لو انت شفت هتلاقي الباصات بتاعتهم بقت كويسه كتير، تطورت على الناس اللي انت عارفهم. يعني ضربة جزاء، يلا 3-0 أول مرة على الله حدك. فاش او في النص دي في ده ملك حلو في النص. هو ملك من نيجيريا، عايزين ناخده معانا في الفريق، هتلاقي فريق تاني خده، يبقى انت ومالك وليس تفشخوا النص نص، يعني تسحلوا التراب، تسحلوا الفرق. يلا ديفيد، سلام. لا كنت فاضي يا ديفيد، يا سايد اوفسايد على ايه؟ لا اوفسايد افترض اسمي شغال بيلعب بالجرين الاثنين. كان الكابتن ما كانش متوقع كده، كان نزله كده التجربه في الماتش. لا جامد نوفمبر بيت تمرين بس، صح؟ طوالي. لا لا ده بيجي مع صاحب مدرب، صاحب مدرب بيلعب معانا، بيجي بيتمرن كام في
سبيستين بيلعب معاكم صح؟ سبيستين صح؟ هو كويس؟ بس طب هو داخل التشالنج كاب ازاي؟ داخل التشالنج كاب ازاي؟ انا لقيته ما عارف فهمت علي؟ انا لازم شفت خدعت انا الكلام اللي بيتكلموا فيه طلع اي كلام؟ والله اي كلام والله اي كلام هسه انا كان خايف انا بلعبون ولا بلعب مسلم ما خلاص ما دام مسلم فوق ابينا اقل زول يستمتع يعني بلقى ناس بيلعبون يعني يا اخي بنلعب مباريات لا عندنا المتعة نلعب كورة وبعدنا بنتهزم يعني هزيم وبعد وتطلع من المباراة وقسم بالله جسمك منتهي مرة واحدة زول حالته بتمرن مفترض يكون هذا لكن بنلعب كورة صعبة يا اخي الكورة من هنا لهنا تكون انت جاري كده بس ما في كنترول في الوقت يعني خمسة ستة باص ما تجي نازل كده من جاري من النص حتى من فوق يا رجل تستلم الكورة من المدافع لا يشوت منك كده ليه يعني تجي تخش الملعب بلاي بلاي هتروحوا تلعبوا في سان لورنس ولا لسه؟ لعبتوا؟ لا ماشيين هتروح؟ لا مشوار بعيد مشوار المسافة صح؟ مشوار وأصلا أنا أستغرب المباريات ما قاعد تمشي كتير تعديل يعني والله يعني بمشي مباراة ما قاعد أتعب صراحة يعني بلعب معي ناس في النص والتلات أول أي مباراة بيلعب كل مباراة بيلعب معي زول في النص اللي بيعملوا ده هاي باس Thank you.
هو جيمي بيحكم برضه تشارج كم؟ في اتنين بيحكموا قرع كده وبيلبسوا برتقالي، هما دول. في اتنين قرع كده بيحكموا مع بعض، واحد لاين واحد فيكس جامد، بيلبسوا اورنج تقريبا. دول بيحكموا بعض. مش عارف الخامس تقريبا، مش عارف الخامس تقريبا، بس هيطلعوا تير 1 خلاص يعني، هيطلعوا تير 1 بالعافيه. بولي اخر مباراة اليوم؟ يوم ثلاثة قبل التير 1، قبل التير 1 الله يعزك. شوت شوت يا راجل.